عشاق السفر في كل مكان تحياتي لإلكم. اليوم كمان بإزمير رايحين على مكان اسمه كتير حلو، اسمه كارشياكا. كارشياكا، شو حتتوقع يكون هذا المكان؟ واضح من الاسم انه حيكون شيء مرتب وفخم، صح ولا لا؟ تابعونا خلينا نشوف شو حيصير. يلا، الشيء لازم تعرفوه انه كارشياكا صايرة على الطرف الثاني من إزمير، بإمكاننا نروح عليه بالباص. يعني هو ما في جزيرة، لا، بس هي على الطرف الثاني، فبالتالي الناس تحب تطلع بالفيري، مثلي مثلا بحب اطلع بالعبارة لأنه أحلى وحب استمتع بالبحر والطلعة شوي أكثر. وبنفس الوقت كل شيء ببدأ من ألسانجاك اللي هي المنطقة الرئيسية اللي على الكوردون، فنحن لازم نروح أول شيء على الكوردون وبعدها بقى نتجه لأي مكان تاني. أوكي حلوين؟ الكوردون، طبعا في فيديو خاص للكوردون كانكم تشوفوه. لك هلا نحن رح نروح على كارشياكا، هي طلع لي هيك لمحة على الكوردون وجمال الكوردون. طبعا هون كلها ممكن فنادق وممكن سكن ومكاتب. دائما بنبدأ يومنا بأكل لذيذ، واليوم كمان كالعادة عودناكم دائما نبدأ بأكل تركي طيب. الأكل what is name تانتو تانتوني عبارة عن ساندويشة بس ما بعرف شو هي، سميت أور تشيكن، من اللحمة. هلا حنشوفها سوا، بس بدي أعرفكم أول شيء على صديقتنا من الكاوتش سيرفينج. رح أعرفكم على هي تحكي عن نفسها بالإنجليزي شوي ما بترجمكم بعدين، أوكي؟ هيك بقى بنعمل تانتوني. هيك بيس. وهي هي هون التانتوني النية، وهي هون التشيكن دجاج. المهم أكلة طيبة كثير. And this is Fatma. Say hi Fatma. Say hi. Just hi. Okay. Big boss. Big boss. تشكر لار. تشكر لار. هاي هي التانتوني. صراحة عجبتني جدا، عبارة قطع لحم مقطعة تاك على شكل ساندويش. فعلا اللي حابب يجرب أكل تركي مو بس في شاورما ولا في اسكندر كباب، في كمان تانتوني. It's worth it، استاهل وسعرها جدا affordable. شوفكم بعدين. أكل تانتوني الطيب بتلاقيه بهذا المكان اسمه بيرك تانتوني، موجود بشارع أكيد قبرص جهادلر نفسه. لذيذ جدا ويعني بحقه 6 ليرات بس، فكتير الموضوع بيستاهل وطيب جدا. يعني بعد ما مشينا هلا على الكوردون رح نوصل محطة اسمها أصلاً ألسانجاك اللي هي تبعت كارشياكا. هاي بقى بدنا نطلع عليها عن طريق الفيري العبارة وعلى أساسها نروح على الطرف الثاني. Let's move. أهم شي تكون مكتوب عليها هون كارشياكا عشان ما تروح على البوستالي مثلا، وهي هي العبارة. Let's go up عشان واحد يستمتع بجمال المناظر برا. هلا حنوريكم، أكيد رحتوا قبل وشفتوه معنا ببوستالي. وصلنا هون لكارشياكا. كارشياكا هلا حندخل بقى ونشوف شو هي كارشياكا. هلا عم نحكي، هلا نحن الساعة تقريبا 7 يدي بالتركي، وهذا هو هلا الشارع الرئيسي بكارشياكا اللي هو يعتبر قريب جدا من شارع قبرص شاهيتالير. نحن هون هلا ب كارشياكا. مثل ما شايفين هو عبارة عن شارع شوبينج ثاني قريب من شارع قبرص شاهيتالير، وشايفين كيف الحركة هون شديدة.
bunlar ya. Adım ne? Eşit Güzel efendim. El Siva. You're making a new fad me. It's a Turkish. حلوين نحن من نروح على واحد من الأماكن المشهورة هون بكارشياك، هو مول بس صاير أوبن مول، مفتوح يعني، مول مفتوح بتروح عليه. هلا بقلكن شلون بالضبط. شايفين هذا هون نحن محل ما نزلنا، تنزل بتروح على اليسار تجي على الترام، الترام حننزل عند محطة هلا بقلكن شو اسمه بكتبلكن إياها، وبتوصل عند المول. اسمه مصطفى كمال أتاتورك سبورت، اللي بتنزل لعنده من الترام، وبعد على اساس تنزل بتلاقي هذا هو المول مصطفى كمال اتاتورك سبورت سيتي هون، وهذا هو المول نحن نروح عليه اللي هو جاي بشكل اوبن بشكل مرتب، عشان بتلاقي كارشياكا تنبسط بالاماكن الحلوه اللي هنروح عليها. يلا المول باين عليه شيء مرتب، طبعا في هون سكيورتي، وأمان لازم بقى نروح على نطفي الجوال ونشوفه كمان شوي. من حظنا الحلو كمان انه المكان هون هلا حتشوفوه روعة كثير، ولكن كمان في فرقة بتعزف بشكل مباشر جدا، خلينا نشوفها سوا. مثل ما شايفين هذا هون هون. هلا في لايف باند وفرقه بتعزف بشكل مباشر، very nice place. هذا المول اسمه ما في بهجه او ما في بهشه، بكتب لكم اياه كمان. مثل ما شايفين كثير مكان ظريف هون، وبنفس الوقت هي الباند عامله شغل كثير حلو، فالوضع لوز نايس وجميل جدا، مكان كثير حلو، عشان هيك لازم تجي له الصبح، ولكن مو الصبح كثير، يعني مثل هلا الساعه 8 بتيجي الساعه 6 بتستمتع بالمكان، وفيه مطاعم وكافيات ويعني انا اتوقع المكان نقلكم اياه بشكل مضبوط. بلشوا هلا الشباب الجديد، نشوفكم بعد شوي. شايفين المول هاي صارت نهايته، هو مو كتير كبير، ولكن الطريقة المعمول فيها طريقة جميلة جدا رائعة. مثل ما شايفين هذا هو هلا هون ما في بهجة، في مطاعم فوق، في محلات فوق، في حتى سينما هون اي ماكس صايرة، وهي هون كلها عبارة عن كافيات على مد النظر.
على تطول المشي. فشغلة جميلة صراحة. تشوكوزال فاطمة، تشوكوزال صح؟ تشوكوزال. هاي شو راح نحلي هلا وحنخبركم. المول هون فيه كمان كان مسكر ومكيف بالكامل كمحلات كاملة هون مثل ما شايفين. فتقريبا جامع بين الاثنين، بين انه يكون اوبن ومفتوح وبين انه يكون كمان في مكان مسكر عشان كمان اوقات الحر او هيك شيء. وهي صراحة حركة ذكية جدا. طبعا هون في كمان مدينة العاب للأطفال، هو مكان مناسب للعائلة كمان. فاطمة، do you want to play? كمان الفود كورت، محل المطاعم، في مطاعم كتير انترناشونال ممكن تلاقوها هون، KFC، ماكدونالدز، اسكندر. فهذا هو المكان الظريف تقريبا. فالمول كتير حلو باختصار، المول very nice ولازم واحد يجي عليه، لانه اذا اجا كان هون في ازمير لانه كتير مميز بين انه يكون مسكر ومفتوح كمان، برجر كينج والمطاعم المعروفه العالميه ماكدونالدز هنيك. فبالاضافه لمطاعم تركيه وفي هذا شكله ياباني، فلا good option. هذا صار وقت الحلو بعد ما اكلنا التانتوني بقبرص شهيد الهلال. هلا بقى هون صار وقت الحلو مثل ما شايفين، هذا هون الشغلات. هاي فاطمه. هاي. طبعا هذا تشيز كيك هون. What is the name of this؟ موزيك. موزايك باستا. طبعا باستا بالتركي هي نوع من انواع الكيك، فعشان ما تستغربوا يعني. هلا حندوقها ونخبركم. وهذا بوردك شاي بيوك. بيوك يعني كبير، بوردك يعني كاسه، وشاي اللي هو شاي. مثل ما شايفين هلا هون نحن تقريبا خلصنا حل الظلام في المكان. طبعا هون بيبداوا على 10 10 ونص يسكروا كل المولات، بتبدا المحلات تسكر 10 ونص 11 يعني. فطبعا رجع على نفس الطريقه، بترجع عن طريق الترام بنزلكم لعند نفس العباره، ومن العباره بترجع بعدين على ازمير، او اذا انتم ساكنين هون كمان بنفع. كثير استمتعت اليوم بهذا المول وصراحه كان كثير جميل. فاطمه كمان كانت صراحه ودتنا كثير اماكن حلوه في المول، فاكيد تكونوا استمتعتوا معي. انتظرونا اكيد بالفيديوهات اللي جاي، ونشوفكم على خير يا احلى متابعين في التاريخ المعاصر. يا جماعه بكون نحن وصلنا لنهايه اليوم. هون المول تقريبا مسكر الساعه 10 10 ونص مثل ما شايفين هون. هاي فاطمه كانت بتقول لكم باي باي، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. استنونا كتير بفيديوهات جاي، ويلا.